متى 5. ولما شاف الشعب طلع الجبل، فلما قعد طلع له تلاميذه قدام، ففتح بقه وعلمهم وقال: يا بخت المساكين في الروح عشان ليهم مملكة السماء، يا بخت الحزانة عشان حيتعزوا، يا بخت الودع عشان حيورثوا الأرض، يا بخت الجعانين والعطشانين للخير عشان حيشبعوا، يا بخت اللي بيرحموا عشان حيترحموا، يا بخت اللي قلبهم نظيف عشان حيشوف الله، يا بخت اللي بيعملوا السلام عشان حيتسموا ولاد الله، يا بخت اللي مطرودين عشان الصلاح عشان ليهم مملكة السماء، يا بختكوا لو عيروكوا وطردوكوا وقالوا عليكوا بالكذب كل كلمة شريرة بسببي، افرحوا وزقططوا عشان أجركوا عظيم في السماء، عشان هما بالشكل ده طردوا الأنبياء اللي قبلكوا. انتوا ملح الأرض، ولكن لو باظ الملح يتملح تاني بإيه؟ ما ينفعش بعد كده الحاجة غير عشان يترمي برا وينداس من الناس. انتوا نور العالم، مش ممكن تختفي مدينة محطوطة على جبل وما بيولعوش فانوس ويحطوه تحت كفة الميزان، لكن على رف الفانوس فينور لكل اللي في البيت. اهو كده، خلوا نوركوا ينور قدام الناس عشان يشوفوا اعمالكوا الحلوة ويدوا المجد لأبوكوا اللي في السماء. ما تفتكروش اني جيت عشان اهد الشريعة او الانبياء، ما جيتش عشان اهد لكن عشان اكمل، لاني الحق بقول لكم لحد ما تختفي السماء والارض ما يختفيش حرف واحد ولا نقطة واحدة من الشريعة لحد ما كله يحصل. فليلغي واحدة من الوصايا الصغيرة دي ويعلم الناس بالشكل ده يتسمى اصغر في مملكة السماء، اما اللي يعمل ويعلم فده يتسمى عظيم في مملكة السماء. لاني بقول لكم انكم لو ما زادش خيركم على الكتبة والفرسيين مش هتدخلوا مملكة السماء. سمعتوا انه اتقال بتوع زمان: ما تقتلش، واللي يقتل يبقى مستاهل الحكم. اما انا فبقول لكم ان كل اللي يغضب على اخوه من غير حق يبقى مستاهل الحكم، واللي يقول لاخوه يا هايف يبقى مستاهل المحاكمة، واللي يقول يا متخلف يبقى مستاهل نار جهنم. فلو قدمت التقدمة بتاعتك للمذبح وهناك افتكرت ان اخوك ليه عندك حاجة، يبقى سيب هناك التقدمة بتاعتك قدام المذبح وروح الاول وتصالح مع اخوك، وقتها تعالى وقدم التقدمة بتاعتك. خليك مراضي خصمك بسرعة ما دمت وياه في السكة، لحسن يسلمك الخصم للقاضي ويسلمك القاضي للعسكري فتترمي في السجن. الحق بقولك مش هتخرج من هناك لحد ما تدفع حق اخر مليم. سمعتوا انه تقال بتوع زمان: ما تزنيش. اما انا فبقولكوا ان كل اللي يبص لست عشان يشتهيها يبقى زنى معاها في قلبه. فلو كانت عينك اليمين بتخليك تغلط يبقى اقلعها وارميها بعيد عنك عشان احسن لك يضيع عضو من اعضائك ولا يترميش جسمك كله في جهنم. وان كانت ايدك اليمين بتخليك تغلط يبقى اقطعها وارميها بعيد عنك عشان احسن لك يضيع عضو من اعضائك ولا يترميش جسمك كله في جهنم. وتقال اللي يطلق مراته يديها ورقة طلاق. اما انا فبقول لكم اللي يطلق مراته غير بسبب الزنا بيخليها تزني، واللي يتجوز من الطلقة يبقى بيزني. كمان سمعتوا انه تقال بتوع زمان: ما تخلفش حلفانك لكن وفي للرب اللي حلفت بيه. اما انا فبقول لكم ما تحلفوش ابدا، لا بالسماء لانها كرسي الله، ولا بالارض لانها مكان ما بيحط رجليه، ولا بأورشليم لانها مدينة الملك العظيم. وما تحلفش براسك لانك ما تقدرش تخلي شعرة واحدة بيضة ولا سودة. لكن خلوا كلامكم ايوة ايوة، لأ لأ، واللي يزيد على كده يبقى مش شرير. وسمعت انه تقال عين بعين وسنة بسنة. اما انا فبقول لكم ما تقفوش ضد الشر، لكن اللي يلطمك على خدك اليمين ابقى دور له تاني كمان، واللي يحب يخصمك وياخد قميصك سيب له جاكيتة كمان، واللي يمشيك بالعافية ميل روح معاه اتنين، اللي يطلب منك اديله، واللي يحب يستلف منك ما ترجعهوش. سمعت انه تقال تحب قريبك وتكره عدوك.
أما أنا فبقول لكم حبوا أعدائكم، باركوا اللي بيلعنوكم، اعملوا خير للي بيكرهوكم، وصلوا عشان اللي بيغلطوا فيكم يطردوكم، عشان تبقوا أولاد أبوكم اللي في السماء، لأنه بينور بشمسه على الأشرار والصالحين، وبيمطر على اللي بيعملوا خير وعلى الظلمة. لأنكم لو حبيتوا اللي بيحبوكم يبقى إيه أجركم؟ مش اللي بيجمعوا الضرائب كمان بيعملوا كده؟ ولو سلمتوا على أخواتكم بس يبقى إيه الفضل اللي بتعملوه؟ مش اللي بيجمعوا الضرائب كمان بيعملوا كده؟ فخليكوا أنتوا كاملين زي ما أبوكوا اللي في السماء كامل.